اليوم بفقرة التغذية رح يكون موضوعنا عن الأغذية اللي بتساعد على زيادة نضارة البشرة. في شغلة أساسية عن جد لازم نركز عليها، إذا نحن بدنا نحافظ على بشرة صحية أو مظهر للشعر صحي، فدائماً التغذية بتبلش بالتغذية الداخلية، واللي هي شو الأغذية اللي أنا عم بتناولها؟ هل هاي الأغذية مليئة بالفيتامينات، بالمعادن ومضادات الأكسدة؟ وعن جد بتساعد على الحفاظ على خلايا البشرة وخلايا الشعر؟ أم هي الأغذية خاطئة وبس عم بهتم بالغذاء الخارجي للبشرة اللي بيشمل الكريمات والمستحضرات التجميلية؟ أكيد الكريمات والمستحضرات التجميلية بتلعب دور أساسي، ولكن دائماً التغذية بتبدأ من الداخل. عشان هيك اليوم رح نستعرض مع بعض شو هي أهم المكملات الغذائية، الفواكه، الخضروات والأغذية اللي عن جد لازم أركز عليها لحتى تزيد من نضارة البشرة. لنبلش أول شيء رح نحكي عن ملك الزيوت اللي إحنا دائماً بنحكي عنه، واللي هو زيت الزيتون. بيحتوي زيت الزيتون على نسب عالية جداً من الفيتامينات والمعادن، وبالأخص أنه هاي الفيتامينات اللي بيحتويها زيت الزيتون سريعة الامتصاص. دائماً إحنا بنركز على مصادر دهنية مع الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها، وبالأخص أنه بيحتاج يخزنها بالداخل. يعني إذا بنحكي عن فيتامين A، فيتامين D، فيتامين E وفيتامين K، إحنا دائماً بنحتاج لمصدر دهني لحتى نقدر نخزن هاي الدهون وهاي الزيوت وهاي الفيتامينات بداخل الجسم. فأول شيء بدي أركز عليه هو زيت الزيتون، بيعطيني نسب عالية جداً من مضادات الأكسدة، بيحتوي على نسب عالية جداً من الدهون الغير مشبعة الأحادية والمتعددة، بالإضافة إنه بيساعد على رفع مستويات الكوليسترول الجيد وخفض مستويات الكوليسترول السيء. كمان بيحتوي على نسب عالية جداً من الفيتامينات المعادن، بالإضافة إنه بيحتوي على البايو أكتيف كومبوننتس، واللي هي المكونات والعناصر الأساسية اللي بتعتبر نشطة وعندها القدرة على التخلص من الجذور الحرة بفضل فعاليتها القوية من ناحية مضادات الأكسدة. إضافتنا لزيت الزيتون على معدة فارغة الصبح بيساعد بشكل كتير كبير على امتصاصه، وبنفس الوقت بيعطينا قيمة غذائية عالية جداً. لننتقل للأفوكادو. الأفوكادو من أكثر الفواكه اللي فيها قيمة غذائية عالية، بتحتوي على أعلى نسب من ناحية الفيتامينات والمعادن بالمقارنة مع أي نوع من الفواكه الأخرى. بتتخيلوا أنه العديد من الدراسات، وبالأخص الدراسات الجديدة، عم تحكي أنه الأفوكادو من ناحية الفيتامينات والمعادن اللي فيها بتعطيني جميع الفيتامينات وجميع المعادن في حبة واحدة فقط من هذه الفاكهة. وكمان أكيد بتحتوي على نسب عالية جداً من الفيتامين إي، واللي هو يعتبر أساس للحفاظ على بشرة صحية وبعزز من إنتاج الخلايا الجديدة. القيمة الغذائية طبعاً للأفوكادو بتتراوح ما بين تقريباً 70 إلى 140 سعرة حرارية لكل نصف حبة، وطبعاً بيعتمد على حجم الحبة، ولكن ما ننسى إنه القيمة الغذائية اللي فيها عالية جداً. صحيح أنها بتحتوي على نسب دهون عالية، ولكن هاي الدهون صحية والجسم عنده القدرة على استخدامها كمصدر للطاقة ولا تتحول إلى دهون مشبعة ضارة بالجسم. رح ننتقل ثالثاً لبذور عباد الشمس. بتحتوي هاي البذور على نسب عالية جداً من الفيتامين إي، وإضافتها لأي نوع من المكسرات اليومية اللي إحنا بناخدها، أو ممكن نضيفها على كوب من اللبن، ممكن نضيفها على العصائر، على الشوربات، بتعطيني قيمة غذائية عالية جداً. تحتوي هاي البذور على نسب عالية من الفيتامينات، المعادن ومضادات الأكسدة، اللي عندها القدرة على التخلص من الجذور الحرة، وبنفس الوقت عندها القدرة على زيادة القيمة الغذائية للوجبات بنسب كتير كبيرة. ينصح أنه نحن نضيفها على شكل يومي على الوجبات بمقدار معلقتين صغار لليوم الواحد. أما بالنسبة للجوز، فالجوز بيحتوي على نسب عالية جداً كمان من الدهون الغير مشبعة المتعددة، واللي نحن بنسميها البولي أنساتشوريتد فاتي أسيدز. هاي الدهون عندها القدرة على الحفاظ على الخلايا من الخارج، وبنفس الوقت بتعطيها قوام جيد ونضر. عشان هيك الجوز بيساعد بشكل كتير كبير على تجدد الخلايا بالجسم، بيعطي مظهر نضر للخلايا وبيساعد على قوامها، وبنفس الوقت بيتخلص من الجذور الحرة بفضل محتوى عالي جداً من مضادات الأكسدة. ولكن خلينا ننتبه للكميات، فثلاث إلى خمس حبات من الجوز بيعطوني تقريباً 150 إلى 200 سعرة حرارية. عشان هيك خلينا ننتبه للكميات اللي احنا بنتناولها، ونحاول إنه نحنا ما نزيد كميات بشكل كتير كبير. رح ننتقل كمان لزيت جوز الهند. زيت جوز الهند يعتبر إضافته رائعة على السلطات، على الشربات، أو حتى على العصائر اليومية، وفي بعض من الأشخاص ممكن يضيفوه على القهوة.
بيعطينا زيت جوز الهند دهون غير مشبعة متوسطة السلاسل، وهاي تعتبر احنا بنسميها MCT Oil. هاي الـ MCT Oils ذات قيمة غذائية عالية جداً، وبالأخص أنه عندها القدرة على تغذية البكتيريا النافعة الموجودة عندي بالأمعاء الغليظة بشكل كتير كبير. هذا الشيء أكيد بيساعد على نمو البكتيريا النافعة، وبنفس الوقت بعود بالفائدة على صحة الجسم، بالتخلص من الجذور الحرة، بالتخلص من الخلايا الغير صحية، وبنفس الوقت بتجدد الخلايا بطريقة أسرع. وكمان في عندي الـ MCT Oil نفسه صار عم يستخرجوه من زيت جوز الهند ومن زيوت أخرى، وعم ناخده على شكل MCT مخصص. فكرة الـ MCT اللي هو Medium Chain Triglycerides، دهون ثلاثية ذات سلاسل متوسطة. الفكرة بهاي الدهون إنها ذات قيمة غذائية عالية جداً، ومثل ما حكينا عندها القدرة على تغذية البكتيريا النافعة الموجودة عندي بالجسم بشكل كتير كبير، وعندها القدرة على تجدد الخلايا الموجودة عندي بالدماغ، والدماغ قادر على استخدامها كمصدر للطاقة. فما ننسى إنها بتعطيني مستويات عالية جداً من الفيتامينات، بتعطيني مضادات أكسدة عالية، وبنفس الوقت بتعطيني قيمة غذائية عالية جداً. وأخيراً عندي زيت البريمروز، واللي هو يعتبر مكمل غذائي ذات قيمة غذائية عالية، من ناحية أنه بيساعد على استرخاء الجسم، فبالتالي بيساعد على الراحة لفترات أطول، بقلل من مشاكل اللي بتظهر عند النساء بالأخص بعد سن الأمل، مثل الهبات السخنة، صعوبة في النوم، والأرق الدائم، اللي بيساعد على استرخاء الجسم بشكل عام، بقلل من السترس، وبالتالي بعود بالفائدة على خلايا البشرة وأكيد على نضارتها. دايماً ما ننسى التغذية تبدأ من الداخل، عشان هيك قبل ما نلجأ لمستحضرات تجميلية ومستحضرات ترطيبية للجسم، خلينا جد نركز على المحتوى الأغذية اللي إحنا عم ناخده. هل هو عم بغطي احتياجاتي من فيتامينات، معادن، مضادات أكسدة، وبنفس الوقت من مستويات البروتين؟ قد ما نقدر إنه نحن نحاول ندرج هاي الأغذية على شكل يومي، من زيت الزيتون أقل شيء معلقتين صغار باليوم، ربع حبة أفوكادو لناخذ القيمة الغذائية، معلقتين صغار من بذور عباد الشمس، 3 إلى 5 حبات من الجوز، معلقة صغيرة من زيت جوز الهند، معلقة كبيرة من الـ MCT Oil، وكمان البريمروز، ولكن بعد استشارة الطبيب بما يخص المكملات الغذائية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي الفقرة الغذائية، وما ننسى التغذية دائما تبدأ من الداخل قبل الخارج. نهاركم سعيد.